السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله الحلقة الأخيرة في سؤال السيتياسيون، وحلقتنا النهاردة عن يونيتي تروا اللي بيتكلم عن الكومباني بالريف. أكتر حاجة هيسأل فيها في اليونيتي ده إيه الرياضات اللي بتمارس في الريف، أسماء الحيوانات المذكر والمؤنث وابنهم الصغير وأماكن المعيشة بتاعة الحيوانات أو مميزات الحياة في الريف أو في المدينة. بعد الفيديو ده ان شاء الله هنزل ملزمة PDF فيها اسئلة السيتياسيون كلها خاصة بالمنهج بالكامل. يلا بينا نبدأ. السؤال الاول، ان كوبان رفيق فو دوموند بيسأل حضرتك او اين اون كولتيف، احنا بنزرع لو غيزا العنب، فو ديت حضرتك تقول هنزرع العنب فين، هتقول له دون لو بوتاجي في البستان. لا طبعا، البستان في فرنسا يا شباب بيتزرع فيه كل انواع الفواكه والخضروات ما عدا العنب. العنب له مكان مخصص اسمه لافينيا. لافينيا معناها حقل العنب او حقل الكروم. طيب الاجابه التانية معناها ايه؟ بيرجري معناها حظيره الخرفان. يبقى طبعا اجابتنا هي الاجابه التالتة. السؤال التاني، ان كوبان رفيق فو دوموند بيسال حضرتك او اين اون فا، احنا بنذهب بور فير علشان نمارس دي في تي تي الدراجات في الاماكن الوعره، فيلو تو تيغان، فو ديت حضرتك تقول له. يلا رد عليه، هتقول له ايه؟ على مونتاني في الجبل. لا مش بنمارس الفي تي تي في الجبل. طيب او كلوب في النادي. لا طبعا الاجابه هي الثالثه، على كومباني في الريف. اهم رياضه بتمارس في الريف الفي تي تي والاجيتاسيون يعني الفروسيه. السؤال التالت، فو دوموند حضرتك بتسأل ان كامراد زميل سكو عن الذي الغمس هو بيلم دون لو بولايي في عشة الفراخ، ايه فو دي هو يقول لحضرتك. يبقى هنا فو دوموندي حضرتك بتسأل، وفي الاخر ايه فو دي هو يقول لحضرتك، يعني هيرد على سؤالك. طيب هيلم ايه من البولايي؟ ايه الحاجة اللي هتتلم من البولاييه؟ هل دي زف البيض؟ اه طبعا هي دي الاجابة، لان التانية معناها سيريز يعني الكريز، والتالتة دي فريز يعني الفراولة. يبقى الاجابة هي الاولى. فو دوموندي حضرتك بتسأل افوت غامي صديق حضرتك سكو عن الذي إلا في اللي هو عمله. هنا فرب فير متصرف في زمن الباسي كومبوزي، فيرب فير اسم المفعول بتاعه كلمة في، وبياخد مساعد افوار يبقى عن اللي هو عمله. سو ويك اند في عطلة نهاية الأسبوع، ايه اللي دي هو يقول لك، انت سألته هو هيقول لك ايه. جو في الي او كلوب، انا سوف اذهب الى النادي. هنا الاجابة الاولى متصرفة في زمن الفوتشي بروش، وهو كان بيسأل في زمن الباسي كومبوزي، يبقى الاجابة الاولى ما تنفعش. الاجابة التانية، جو سوي الي على كومباني، انا ذهبت الى الريف. طبعا هي دي الاجابه، لاننا مصرف في زمن الباسي كومبوزي الماضي. الثالثه بتقول جو سوي الي او ليسي، انا ذهبت الى المدرسه. طبعا هنا طبعا مصرف في زمن الباسي كومبوزي ماشي، بس هو قال ايه بقى؟ او ليسي الى المدرسه، والسؤال كان فيه ويك اند عطله نهايه الاسبوع، ومفيش ليسي في الويك اند. يبقى الاجابه طبعا هي الاجابه التانيه. Votre ami صديق حضرتك vous demande بيسأل حضرتك quelle activité أي نشاط، activité معناها نشاط، vous faites حضرتك بتعمل à la ferme في المزرعة، vous dites حضرتك تقول له، صاحبك سألك فأنت هترد هتعمل إيه في المزرعة. Je monte à cheval بصعد على ظهر الحصان، طبعا تنفع بس تعالى نتأكد برضو. Notre voisin جارنا à une ferme عنده مزرعة، طب واحنا مالنا. التالتة je vais au théâtre أنا أذهب إلى المسرح، مفيش مسرح في المزرعة، المسرح في الفيل في المدينة. يبقى إجابتنا هي الإجابة الأولى. vous demandez حضرتك بتسأل à votre ami صديق حضرتك où أين le poussin الكتكوت في بيعيش verbe vivre، il dit هو يقول لك الكتكوت عايش فين، هيقول لك دون لي كوري في الاسطبل. طبعا لا، ده مكان مين؟ ده مكان الشوفال
ومراته الجيمون. طيب دون لو بولاي في عشة الفراخ، أيوه هي دي الإجابة. أبوه اسمه كوك وأمه اسمها بول وهو اسمه بوسان يعني كتكوت. التلاتة دول بيعيشوا في البولاي عشة الفراخ. التالتة بتقول إيه؟ تابل يعني حظيرة المواشي، يبقى طبعا ما تنفعناش، الإجابة هي التانية. فو دوموندي حضرتك بتسأل افوتر امي صديق حضرتك كال انيمو أي حيوانات إيل أم هو بيحب إيل دي هو يقول. هيقول لك إيه بقى؟ لي جو فيديو البلاي ستيشن أو ألعاب الفيديو، طبعا لا. الإجابة التانية لي شوفو الحصنة، جمع شوفال حصان. التالتة معناها الحقول، يبقى الإجابة هي التانية. فو دوموندي حضرتك بتسأل افوتر بيتي فرير أخوك الصغير سوكو عن الذي لافاش البقرة نودون تعطينا. إيل دي هو يقول، البقرة هتعطينا إيه؟ قال نودون للي هي تعطينا اللبن، طبعا هي دي الإجابة. التانية بتقول أن نودون لميل تعطينا العسل، والتالتة أن نودون لزوف تعطينا البيض، طبعا البقرة مش بتبيض، يبقى الإجابة هي الأولى. فوتر بيتي فرير أخوك الصغير فو دوموند بيسألك سو كو عن الذي لو لابان الأرنب نو دون يعطينا. فو ديت حضرتك تقول له، هتقول له إيه؟ الأرنب هيعطينا لاشا اللحم الأبيض، طبعا هي دي الإجابة لأن الأرنب مش هيعطينا بيض ولا هيعطينا لبن، يبقى الإجابة هي الأولى. فو ديكريفي حضرتك بتوصف لافي الحياة على كومباني في الريف. فو ديت حضرتك تقول، هتقول ايه؟ ايدي هايبر جرو، هايبر يعني فائق، جرو يعني كبير، بس هنا ايل والكومباني مؤنثة، يبقى الاولى ما تنفعش. طيب التانية بتقول جام فيفر بحب اعيش على كومباني في الريف، كده ما وصفتش الحياة في الريف، يبقى الاجابة هي التالتة الي كالم اي اميزونت، هي تكون هادئة وممتعة أو مرحة. فو دوموندي حضرتك بتسأل افوتر امي صديق حضرتك سيل، سيل معناها إذا هو، سي بمعنى إذا اتشال منها إيه وحط أبوستروف لما بيجي وراها إيل بمعنى هو، لازم أعمل كده، يبقى سيل بمعنى إذا هو، سي بيعرف فيرب سافوار، مونتي يصعد، أشيفال على الحصان. إيل دي هو يقول، انت سألت صاحبك اذا كان بيعرف يطلع او يصعد على ظهر الحصان، هو هيقول لك ايه؟ لو شوفال الحصان في يعيش دون لي كوري في الاسطبل، طب ما احنا عارفين ده كده مش رد على سؤالك اللي سألته له. طب التانية tu sais monter à cheval، انت بتعرف تصعد على الحصان. كنت اختار الاجابة التانية لو كان هنا قال vous dites حضرتك تقول، لان حضرتك اللي كنت بتسأل، يبقى هتدور ساعتها هتدور على السؤال، لكن هنا بيقول إيل دي هو يقول، يعني هو هيرد على سؤالك فهيقول لك وي نعم جم أنا بحب فير أمارس دو ليكيتاسيون الفروسية. ما هي الفروسية؟ هي منطقة شوفال أو الصعود على دار الحصان. فو دوموندي حضرتك بتسأل أفوتر أمي صديق حضرتك سو كو عن الذي il va faire هو راح يعمل. هنا فيرب فير في الفيوتشر بروش، سبت الفعل في مصدره وحطيت قبل مساعد فيرب علي في المضارع، يبقى كده صرفت فيرب فير في المستقبل. يبقى حضرتك بتسأل صاحبك عن اللي هو راح يعمله لويك اند بروشان في عطلة نهاية الأسبوع القادم، بروشان يعني القادم. il دي هو يقول لك، طبعا لما هو يرد لازم يرد في زمن المستقبل، فهيقول لك je vais aller، أنا راح أذهب أو سوف أذهب على كومباني إلى الريف، طبعا هي دي الإجابة، لأن التانية بتقول je viens d'Alexandrie أنا جاي من اسكندرية، ده كده زمن مضارع، والتالتة بتقول je vais bien merci أنا كويس شكرا، يبقى إجابتنا لازم تكون الإجابة الأولى. فو دوموندي حضرتك بتسأل à votre camarade زميل حضرتك أو أين في يعيش le cheval الحصان. إيل دي هو يقول لك، طبعا الإجابة دون ليكوري في الاسطبل، مش في عشة الفراخ
ولا في حظيرة المواشي. Vous demandez, حضرتك بتسأل, à votre ami, صديق حضرتك, ce que, عن الذي, il fait, هو بيعمل, à la campagne, في الريف. Il dit, هو يقول, هيرد عليك يقول لك ايه. Je fais du tennis, انا بمارس التنس. لا, ما فيش تنس في الريف, التنس في الفيل, في المدينة. Je fais du VTT, انا بعمل او بمارس الدراجات في الاماكن الوعرة. ايوه طبعا, هي دي الاجابة, ده اللي بيمارس في الكومباني. لكن التالتة بتقول جو في دو سكي, انا بمارس التزحلق على الجليد, وده مش بيمارس في الكومباني, ده بيمارس في المونتاني, في الجبل. يبقى الاجابة هي الاجابة التانية. فو دوموندي, حضرتك بتسأل, ان كامراد, زميل, سو كو, عن الذي, il fait, هو بيعمل, à la maison, في المنزل, pendant le week-end, أثناء عطلة نهاية الأسبوع. il dit, هو يقول, هيعمل إيه في البيت؟ هيقول لك, j'ai passé, أنا قضيت الويك-end à la campagne, في الريف. لا, بيقول لك في البيت. يبقى الإجابة هي التانية, je joue, أنا بلعب, à des jeux vidéo, ألعاب الفيديو أو بلاي ستيشن. vous montez, vous montrez, حضرتك بتوضح أو بتظهر أو بتبين, verb montrer, un gros chien, كلب تخين أو كبير, à votre copain, لرفيق حضرتك, il dit, هو يقول لك, وريته كلب كبير, هيقول لك إيه؟ quelle chance, يا للحظ, لأ, quelle horreur, يا للرعب, طبعا هي دي الإجابة. un copain vous demande, رفيق بيسأل حضرتك, pourquoi, لماذا, vous aimez, حضرتك تحب, la campagne, الريف, vous dites, حضرتك تقول, هو سألك, فحضرتك هتقول له ايه. il y a beaucoup de bruit, يوجد كثير من الضوضاء, طبعا الريف ما فيهوش دوشة, يبقى الإجابة الأولى ما تنفعش. j'aime faire du ski, بحب أمارس التزحلق على الجليد, قلنا التزحلق على الجليد في المونتانيا مش في الكومباني, يبقى التانية كمان ما تنفعش. الإجابة التالتة, جادور لو كالم, أنا بعشق الهدوء, هي دي الإجابة. فو دوموندي, حضرتك بتسأل, أفوتر كوبي, رفيق حضرتك, أو أين, فيفون, يعيشون, لي فاش, البقرات, جمع لا فاش, البقرة. إل دي, هو يقول لك, إل فيفون أون فيل, هم بيعيشوا في المدينة, طبعا لا ما ينفعش. دون لو بوتاجي, في البستان, لا طبعا الإجابة, دون لي تابل, في حظيرة المواشي. فو دوموندي, حضرتك بتسأل, أفوتر فرير, أخو حضرتك, بوركوا, لماذا, إل ديتست, هو بيكره, لا كومباني, الريف. إل دي, هو يقول لك, هيقول لك بيكره الريف ليه. بارسك, لأن, جام ألي على كومباني, عشان بحب أروح الريف, لا طبعا بيقول لك بيكره. pour voir les vaches, لكي أرى البقر, لا, الإجابة هي التالتة, parce que, لأن, j'ai peur, أشعر بالخوف, des animaux, من الحيوانات, هي دي الإجابة. votre frère, أخو حضرتك, vous demande, بيسأل حضرتك, ce que, عن الذي, le fermier, المزارع, في, بيعمل, vous dites, حضرتك تقول له, المزارع هيعمل إيه؟ il soigne les animaux, هو يعالج الحيوانات, لا طبعا مش الفرمية اللي بيعمل كده, اللي بيعمل الإجابة الأولى اسمه le veterinaire, الطبيب البيطري. طيب, il cultive les légumes, هو بيزرع الخضروات, طبعا هي دي الإجابة, لأن التالتة بتقول il aide les malades, هو يساعد المرضى, مين بيعمل كده؟ الانفيرميه, الممرض. يبقى طبعا إجابتنا هي الإجابة التانية. votre copain, رفيق حضرتك, vous demande, بيسأل حضرتك, ce que, عن الذي, il y a, يوجد, dans le potager, في البستان. vous dites, حضرتك تقول, هتقول له ايه عن اللي بيوجد في البستان, هتقول له يوجد ايه. il y a des légumes, يوجد خضروات, طبعا هي دي الإجابة, او فروي, فواكه, لان ما ينفعش اقول له il y a des canards, يوجد بط, ولا اقول له il y a des moutons, يوجد خرفان. الإجابة هي الإجابة الأولى. vous vous informez,
حضرتك بتستعلم، يعني بتسأل افوتر امي صاحبك سور على لا فيميل الانثى دي شوفال بتاعة الحصان، انثى الحصان اسمها ايه؟ ايل فودي، هو يقول لحضرتك، هيرد عليك يقول لك ايه؟ سي لا بول، انها الفرخة، لا الفرخة مش مرات الحصان. سي لا فاش، انها البقرة، لا طبعا الاجابة هي التالتة. سي لا جومو، انها الفرسة. فو فو انفورمي، حضرتك بتستعلم افوتر امي من صاحبك سور على لو مال، لو مال معناها الذكر، دو لا فاش بتاع البقرة، ايل فو دي، هو يقول لك ذكر البقرة اسمه ايه؟ هيقول لك سي لو شا، انه القط، لا طبعا الإجابة هي سي لو توغو، انه الطور. التالتة معناها بيفل، معناها الفحل، جوز البيفلون، الجاموس انا مقصد. يبقى إجابتنا طبعا هي الإجابة التانية. فو فو انفورمي، حضرتك بتستعلم افوتر امي من صديقك سور على لو بوتي، الصغير، دو موتون، بتاع الخروف، ابن الخروف اسمه ايه؟ il vous dit، هو يقول لك سي لو بولا، بولا معناه المهر، وده ابن الشوفال والجومون، ابن الحصان والفرسه. طيب سي لو شافرو، شافرو معناه الجدي، ابن البو والشافر، ابن التيس لمؤاخذه والمعزه. يبقى الاجابه هي الثالثه، سي لانيو، انه الحمل، هو ده ابن الموتون. فو دوموندي، حضرتك بتسأل ان امي، صديق، سون افي، رأيه، سور لا كومباني، على الريف. ايل دي، هو يقول، انت سألته فهو هيرد. ينفع يرد يقول لك كومون تو تروف لا كومباني، كيف انت تجد الريف، يعني رأيك فيه ايه؟ كنت اختار الاولى لو هنا قال لي فو ديت، عشان حضرتك اللي كنت بتسأل، يبقى ساعتها اختار السؤال. لكن هنا بيقول ايل دي، هو يقول، يعني هيرد على سؤالك. فهيقول لك ايه بقى؟ La campagne est ennuyante، الريف يكون ممل، ennuyante معناها ممل، طبعا هي دي الإجابة. وبكده كنت انتهت حلقتنا النهاردة، أشوفكم إن شاء الله الحلقة الجاية مع سؤال الإيميل. سلام عليكم.